سيداتي وسادتي، يتطلب الخروج إلى النهار إرادة تقهر الصعاب، تجبر الأزمة على التحول إلى قدرة. هذا ليس كلاما إنشائيا، هذا كلام مأخوذ من تجارب شباب نعرفهم، بعضهم واقف على هذا المسرح. دعوني أرحب بالسيدة عهود وافي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وهي من هؤلاء الشباب، وبالدكتور عبد الرحمن أيمن، الشريك المؤسس لشركة إديوكيتلي للتعليم، وهو من هؤلاء الشباب الذين حولوا الأزمات إلى قدرات. سوف أبدأ مع الأستاذة عهود. أستاذة عهود، صححي لنا أولاً قبل أن تتطرقي إلى التجربة، صححي لنا ما لدينا من مفهوم قد يكون مغلوطاً، أنه العمل التطوعي في مصر يعني لا يلقى إقبالاً بعافية حبتين. اتفضلي. يعني لو حضرتك تسمح لي، هو معرفتنا هي اللي بعافية حبتين، لأن الحقيقة أن أنا بدأت كمتطوعة من وأنا في خمسة ابتدائي. أنا كنت المدرسة كلفتني أن أنا أنظف المنطقة اللي حوالينا. فكرة التطوع دي بتنبع من أول المدرسة. أنا بتشرف دلوقتي كمان أن أنا متطوعة في حياة كريمة، وإني كنت مش بس من 1500 متطوع من شباب البرنامج الرئاسي اللي بدأوا ينطلقوا في كل المحافظات من أول ما حضرتك ما أطلقت سيادتك المشروع أو المبادرة بتاعت حضرتك كمان. لا، إحنا كمان دلوقتي أنا بفتخر أن أنا كمان جزء من 300,000 متطوع في التحالف الوطني. الشباب اللي حضرتك قابلتهم النهارده في المحافظه دول مثال من اهل المحافظه. حضرتك وهم بيبقوا كل محافظه حياتك بتقول بس ان نفسي حضرتك تزورها، اول ناس عايزين يقولوا حاجه، احنا موجودين، احنا بنطمن حضرتك ان احنا موجودين، احنا اللي هننزل واحنا اللي هنساعد الدوله وفي كل خطوه بتعملها في اطار التنميه. فده حاجه تشرفني، ويشرفني ان انا افضل افكر نفسي طول الوقت ان انا بدات متطوعه، وده اللقب اللي انا دايما افضله ليا. وطبعا حضرتك عارف يعني انا يعني فكره تقدمنا ديت وازاي حلمنا بيتحقق هي مرتبطه دايما بايماننا من جوانا احنا مين وبنعمل ايه وفخورين بايه. عشان كده احنا فخورين يا فندم ان احنا جزء من خطه التنميه المتكامله لحضرتك وللدوله في الوقت الحالي. يمكن احنا في مؤسسه حياه كريمه ومع كل شركائنا في مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التحالف مقررين ان احنا نكمل بعض ونركز بالاخص على ملفين كبار، التمكين الاقتصادي والدعم الغذائي. عشان واحنا شغالين على خطط التخرج من الفقر نشتغل بشكل تكاملي على تحقيق العداله اللي مبني على مبادره حضرتك حياه كريمه، لكن وبنفس الثقل بنشتغل على التوازي على تعزيز مظله الحمايه الاجتماعيه. احنا من جوانا مؤمنين بدورنا ده، ولكن كمان مؤمنين بدورنا اللي نبع من زياراتنا للجامعات والاخواتنا اللي لسه في الجامعات، ان في دور توعوي مرتبط عندنا برهان الوعي اللي حضرتك دايما بتتكلم عليه ان احنا لازم نلعبه. عشان كده يعني انا يشرفني ان انا اقول ان احنا الفتره الجايه احنا هنكثف بقى فتره الاجازه والمصايف وكده، احنا هنعمل معسكرات للشباب، هنعمل معسكرات للشباب والنشأ كمان، نعمل زيارات ميدانيه لكل الحاجات اللي بتحصل في الدوله والانجازات اللي حضراتكم بتقوموا بيها والمواطن شايفها وحاسس بيها بس الشباب مش فاهم هي ليه وايه الفرق بين قبل وبعد. يعني هتعملي مشوار. هنعمل مشوار. لا، وكمان عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا يعني متطوعين هنبدا نحط لهم مسارات، والمسارات ديت هتبقى بعد ما يخلصوا الدوره التدريبيه بتاعتنا في الاكاديميه الوطنيه هيبداوا ان هم ينزلوا. ممكن المتطوع يبقى دوره بس ان هو يصاحب المريض جوه المستشفى، جوه اروقه من باب المستشفى لغايه ما يعدي على العيادات البسيطه. ده دورنا، يعني ده دور المتطوع لغايه اكبر دور ممكن يقدر يعمله. عشان كده يا فندم احنا استلهمنا فكره 360 اللي عرضنا عليها اول فيديو، وعشان كان في كل فكرنا ان احنا ازاي نوحد كل الجهود اللي موجوده واللي لقيناها ووجهات النظر كمان اللي لقيناها عند الشباب في الجامعات وفي المتطوعين، ازاي نوحدها في مكان واحد، ازاي نلاقي اجابات لاسئلتنا اللي احنا كلنا بنتساءلها جوانا ولكن كل واحد من منظور صغير. وحقيقه احنا وصلنا لحاجه ان احنا ممكن ننقل الحقيقه ديت من خلال ان كل الاراء تبقى متجمعه ونؤمن انها كلها محتمله وكلها متكامله، واننا بيجمعنا كلنا مجتمع حيوي مبني على شباب اصلا، فليه ازاي ما نبقاش شايفين الصوره كامله. عشان كده لو حضرتك تسمح لنا نعرض الفيلم الثاني مع حضراتكم. اسمه ايه؟ سر. مترو. مترو. هو اخر الخط ده بينزل فين؟ بينزلك على طريق مصر اسماعيليه او الموقف العاشر، ممكن تبدل منه للعاصمه الجديده. مش عارف لازمتها ايه دي؟
يعني البنت كانت ناقصه صرف. وايه اللي لازمتها ايه؟ امال انا والناس اللي زيي بنشتغل في ايه؟ على الاقل حاجه بتفيد البلد، شغل تطوير الارياف. ما هو ده بقى اللي لازمته ايه؟ ايه يا هندسه؟ مستنزل علينا صرف صحي وشويه ميه نظيفه يخش بيوتنا، بلا كان في مستشفيات ولا مدارس ولا مراكز شباب، وانت كل اللي مضايقك حياه كريمه. وبعد كده عايز اقول لك معلش يا حاج، قطعت كلام يا ولد. حياه كريمه يعني مستشفيات، مدارس، ناس عاشت، انما الطرق والكباري اللي بتتملي عمال على بطال دي مليارات بتضيع، وهي الدنيا عادي كانت ماشيه. ماشي ايه بس يا عم؟ الله يبارك لك. ده الواحد كان عشان يخرج من بيته يروح مشوار كان بيخرج قبلها بثلاث ايام عشان يوصل في ميعاد، انما دلوقتي لا. لو كنت كلمتني مثلا في اللي اتصرف على العشوائيات كنت فهمت وقلت لك ماشي، انما احنا مالنا بالعشوائيات؟ مالكوا ايه؟ احنا كنا سبعه عايشين في اوضه، كنا بنخاف السقف يقع علينا في اي لحظه، انت اللي ما جربتش. بيوتنا اكيد اهم من شويه محطات الكهرباء اللي بتتعمل، ولا هناكل كهرباء يعني؟ يا جماعه انتوا نسيتوا الكهرباء كانت بتقطع قد ايه زمان؟ احمدوا ربنا بقى، ده كنا نفتح مصانع تشغلنا ازاي من غير كهرباء؟ مشكله لا كهرباء ولا عشوائيات، مشكلة في الحملات دي اللي بيسموها مبادرات الصحة، فلوس قد كده تتصرف على الهوا. هو ايه بس يا حاج؟ أنا أبويا كان عنده فيروس سي، ولولا المبادرات اللي مش عاجباك دي كان زمان راح فيها كنا كلنا رحنا معاه، مش كانت سيبه شوية على التعليم، تابلتس ومش تابلتس عليا يعني كل ده. أنت بتقول كده عشان أنت ما عندكش ولاد، إحنا لو قعدنا نستنى على كل حاجة عشان تحصل مرة واحدة مفيش حد هيتعامل. 104 مليون وجهة نظر، كل يوم بتتغير على حسب أولوياتها، الحل إننا نفكر، نسمع، ونشوف الصورة كاملة.